يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: من مات من الناس ونحن لا نراه يصلي معنا في المسجد، فهل نصلي إليه وندعو للصلاة عليه؟ نعم، ما دام أنكم ما اطلعتم على أنه يترك الصلاة نهائيا تحسنون الظن به، تصلون عليه، لا تسقط الصلاة عليه إلا إذا ارتد عن دين الإسلام. أنتم ما عندكم يقين أنه ما يصلي وأنه تارك للصلاة نهائيا في بيته وفي المسجد وفي أي مكان، فالأصل فيه أنه مسلم، الأصل فيه أنه مسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما معنى قول النبي؟ أنا بلغني الناس من الجهال من الشباب في المسجد الحرام والمسجد النبوي ما يصلون على الجنائز، يقولون ما ندري وشهم، هذا من الجهل ولا يجوز الكلام هذا. الأصل في المسلمين الإسلام ولله الحمد، فما قدم للصلاة عليه صل عليه، ما لم تعلم وتتيقن أنه مرتد عن دين الإسلام. أما مجرد الظنون والشكوك والأوهام فهذا من الشيطان. نعم.